بعد رحلة دامت 6 سنوات بين الأدب والصورة، أطلقت الكاتبة الإماراتية مريم البلوشي كتابها تنفس، الذي يعتبر منتجاً معروفاً حديثاً يحتفي بالمضامين الإنسانية والجمالية. وفي هذه الأمسية الجميلة من مساء دبي نبغي نحتفي بالكتاب هذا وكاتبتنا، نعرف أكثر عن المضمون الذي يرتكز عليه الصورة الفوتوغرافية. مرحبا بك الكاتبة والإعلامية مريم البلوشي. حياكم الله. مساء النور، شكرا على الاستضافة، سعيدة أني أرجع لسمع دبي بعد سنوات صراحة، ما من زمان يعني، يمكن آخر مرة دخلت بعد في لقاء عن كتاب أيضا. نعم، إحنا سعيدين أكثر وسعيدين دائما بجهودك، وكل ما أنت تقعدين تشتغلين على مشروع تطلعين فيه بإنجاز أكيد معرفي كتابي جميل. حابة أخذك مريم مرة أخرى وكل من يتابعنا إلى لحظة إطلاق هذا المشروع اللي دام 6 سنوات وبالأخير أصبح اسمه تنفس أو بريث، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد للتصوير الضوئي. نأخذكم إلى هذه اللقطات لحفل أكيد إطلاق هذا المشروع، ومن ثم سنغوص ونبحر في هذا الكتاب ونتنفس سوياً. بداية نبارك لك هذا الإنجاز الصراحة. كيف كانت الرحلة الفكرة تنفس إلى هذا الإنجاز؟ والله إذا أرجع بالذاكرة الست سنوات طافت يعني، أو 4 شهور بعد مع الست سنوات، الفكرة كانت وايد بسيطة وخاصة جدا، خاصة فيني أنا. يمكن المشروع ما بدأ كمشروع كتاب اليوم تشوفه بين إيدينك، يعني هذا مشروع خاض تحديات كثيرة، لكن بدايته كانت بداية خاصة فيني أنا. كنت حابة أن أنا أبتدي تجربة أدبية خاصة، هي نوع من التمرين الذهني لي أنا ككاتبة. يعني كنت في هذه الفترة أقرأ الكتاب الكبار كيف يعيشون حياة الكتاب الخاصة فيهم أو المعتزل الكتابي، فكنت أبغى أن أستحدث الأسلوب الخاص فيني أنا. فكرت شو اللي ممكن يخليني كل يوم أقدر أكتب بشكل يومي ويستفز الحالة الروحانية في داخلي والأدبية. صور الجائزة، جائزة حمدان بن محمد بن راشد التصوير الضوئي، كانت دائما قدام عيني، دائما كنت أشوفها. فاخترت مجموعة من الصور هذيك الأيام وبديت أختار كل ليلة في رمضان، كان الوقت هذاك في 2016، بديت أختار كل صورة بالليل في أنا في حالة هدوء تام وما حد حوالي، وأكتب كل شيء يطلع من مريم بدون ما حتى أفكر، يعني بدون ما أفكر هذه الصورة لمنو وين التقطت وشو قصتها ممكن تكون. يعني بعد تماما فكرة أن المصور لا قصة في الصورة، لا، خليت الصورة تتكلم من خلال قلم مريم في هذا الكتاب. يعني أنت خدتي الصور من غير ما تعرفين منو الفنان أو شو قصة أبداً الصورة؟ أبداً أبداً، يعني حاولت أن أعزل قصة المصور عن القصة اللي أنا بكتبها في الصورة نفسها. فكانت تجربة يومية، وكل قصة أو كل صورة كتابتها أو مقالتها كانت مختلفة عن الثانية. فبتلقى هني بتلقى مقالات قصصية أدبية فلسفية روحانية، يعني في وايد مجالات في 40 صورة اللي موجودين في الكتاب، وحتى صنفناهم بعدين لاحقا يعني لما اشتغلنا على التصنيف ل4 محاور رئيسية: الحياة، المجتمع، مع الله، مع ذاتك، مع أسرتك. كلمات جدا جميلة وملهمة، يعني كل صورة لها كلمات جميلة الصراحة. أنا قاعد أستكشف في الكتاب. في مثلا صورة مرت عليك أختي مريم
الفنان كان يقصد بها مثلا إيصال رسالة أخرى، ومن ثم بعد كتابة لقيتي أن أنت فكرت فيها بالطريقة وهو فكر صح، فهل رحتي على فكرته ولا ظليتي على الرسالة اللي أنت شفتيها في مخيلتك؟ لما بدينا نجتمع مع الجائزة وبدوا يخبروني عن بعض الصور لأنهم تفاجؤوا، هم يعرفون القصة أكثر عني أنا، فكانوا بعض الصور يخبروني مريم ترى هاي الصورة قصتها كذا وأنت رحتي في عالم ثاني باستحداث قصة جديدة للصورة. فهني تشوفين أن أحياناً الصورة المصور يمكن خذاها عنده بعد نظر معين، عنده فلسفته الخاصة، الكاتب يكتب فلسفة أخرى، وممكن أنت اليوم بعد سامي تقعدين تكتبين شيء ثاني على الصورة، مو لازم تكونين حسب عيني شو حسب عيني شو حسب مشاعر مشاعري. نعم الصورة تستفز مشاعرك، المشاعر هاي وين ماشية في أي اتجاه في هذه اللحظة تكتبين هذه القصة. نعم أنا أبقي أتكلم هذا الإنجاز وما شاء الله كتاب ضخم ودام 6 سنوات، كانت في مريم هي الملهمة وهي اللي بدأت واستفزت هذه الفكرة مع فريق العمل، ولكن أبغي أتكلم عن يعني ما أقدر أقول عن الفريق لأنه أكيد كبير، لكن أبرز المهام اللي من خلالها صنعته هذا الفريق واللي بجهودهم هذا الكتاب اليوم بين إيدينا، إن كان من ضمن جائزة حمدان بن محمد مراشد للتصوير الضوئي أو الدار اللي أكيد ساعدت في نشر هذا الكتاب. صحيح. كان في فعلا فريق عمل خلف الكواليس، الكل كان يشتغل بصمت تام، أحد كان يعرف عن الكتاب، يمكن حتى كانت مفاجأة لما أطلقنا الكتاب وفريق العمل كان موجود في الحفل، بالإضافة يعني الجائزة، طبعا في الجائزة كان في فريق عمل كبير خلف الكواليس نوجه لهم تحية، أخوي علي بن ثالث كان من أول الناس اللي دخلوا في هذا المشروع ودعمنا، أخوي محمد الضو، أخوي أحمد الشيخاني الله يذكره بالخير حاليا مش موجود في الإمارات، وايضا فريق العمل اللي دائما يشتغل معي في كتبي، عندي اخوي عبد الرحمن الحمادي هو مدقق دائم لجميع كتبي السابقه واللي بتي ان شاء الله في المستقبل، دار النشر او خلينا نقول محمد كان هو دائما مستشاري في الكتب مش بس صاحب دار نشر، من قبل ما تكون عنده دار نشر كان هو يعني اللي خلينا نقول اللي يوجهني في عمليه النشر والكتابه. عندي نورة تناك أحد الوجوه الإماراتية الجديدة اللي طلعناها في الكتاب، هي مصممة أيضا وما شاء الله شخصية مبدعة بس شوي خجولة، فطلعناها مريم. حتى طلعناها نورة في الإطلاق. عندنا أيضا عندنا نحن يعني في شخصيات كثيرة اشتغلوا حتى في التوثيق، مرحلة توثيق الصور أو العقود مع المصورين هاي كان لها فريق خاص يعني من الجائزة اشتغلوا تقريبا سنة كاملة، الموضوع مو المكان سهل، التواصل مع المصورين، الحديث مع المصورين، المصورين الأربعين اللي موجودين اليوم عارفين إن في فكرة وأطلقت يعني باسمهم، فكان في تواصل حلو مع المصورين يعني، والخطاب أو الحوار اللي دار بينهم حوار مختلف عن شو متيسين مع مجموعة كتاب، هذا عالم تماما مختلف عني أنا. نعم. إلى أي مدى هذا المنتج الجميل يعني تنفس سيثري إلى المكتبة العربية، يعني شو سيثري له في المكتبة العربية؟ اليوم احنا تنفس فكرة جديدة تماما، فكرة مستحدثة أو فكرة الحمد لله ولله الحمد يعني فريدة من نوعها، ما بقولها شيء عشان أنا الكاتبة، لكن احنا بجهود الجميع طلعنا يعني منتج أدبي مختلف عن اللي موجود قبل. الحلو فيه ان احنا بعد طلعنا باللغة الإنجليزية، فالأودينس أو الجمهور اللي احنا مستهدفينه مش بس مجرد المكتبة العربية، المكتبة الأجنبية أيضا. عملية أن أنا ككاتبة تكتب اللغة العربية تدخل رحلة الترجمة مع مترجم، هذه أيضا كانت قصة جديدة يعني بالنسبة لي، احنا متعودين نقرأ كتب مترجمة من الأدب الغربي أو الأدب العالمي، لكن الغرب مش متعود أنه يقرأ أدب عربي مترجم بالإنجليزي. فكرة حديثة هي فكرة حديثة، وفي عندنا الندرة في المترجمين اللي يترجمون الأدب العربي على فكرة، فعانينا نحن أنا وصاحب الدار يعني محمد إن نحن نختار المترجم الصح يعني اللي يترجم خلينا نقول يترجم المشاعر وليس الترجمة الحرفية. نعم الفكرة نفسها المشاعر تترجم إلى اللغة. اللغة الإنجليزية. فتوفقنا عقب يمكن من عقب بحث بعد أنا سنة أخرى قعدنا نبحث عن مترجم يتوافق يعني تتوافق ترجمته مع كتابتي الأصلية يعني. أحس إنه هو الكتاب مثل الشعر يعني يحتاج لك مترجم شاعر بالإنجليزي. صح. فعلاً. أنا لما قريت الترجمة لما استقريت على المترجمة اللي خلاني أنا أمشي معها الحالة الشعرية اللي حسيتها بترجمتها فعلا. نعم. وأنت أتقنت يا مريم فن قراءة الصور الفوتوغرافية. الحمد لله. في البداية مريم تحب التصوير يعني كهواية بعيد عن هذا الموضوع، وسؤالي الآخر بعد ما انتهى هذا الإنجاز
هل ما بعد ما انتهيتوا منه كانت المرحلة الأخيرة اختيار الاسم تنفس، ولا أنت من البداية قبل تبدين وتخطين قلمك وتكتبين أنت رايحة لهذا الاسم لأسباب نسمعها منك؟ الكتاب أول ما بدينا فيه ما كان اسمه تنفس، كان اسمه حكايتي مع صورة. بعدين مع التعب اللي تعبناه في يمكن 4-5 سنوات في الكتاب، حسيتنا خلاص تعرفين كل حد اختنق من التعب، فبغينا نتنفس. وفي مقالة في الكتاب حتى من المقالات الوايد يعني، أو الصورة هاي اللي كتبنا عليها تنفس وايد مؤثرة، كانت صورة أطفال يلعبون وحواليهم شي صناديق، فالناس يمكن ما تعرف الصناديق كانت قبور يعني، يمكن رقم 4 أو 5. نعم. فعقب كانت تنفس وحكايتي مع صورة، دخلنا يا سامية كوفيد وإحنا بعدنا ما خلصنا الكتاب. صح، نسينا هذه المرحلة. تذكرين كوفيد أهم شيء كان عندنا النفس، أن الإنسان يقدر يتنفس. طيب. هذه الصورة. شوف. الصورة جدا معبرة، حتى جداً. الكلمات اللي كانت موجودة ما أدري إذا بيأخذونا زوم شوي. أي. فمع كوفيد مع الحياة إحنا فعلا سبحان الله توفقنا، أن فعلا الإنسان في هذه الحياة محتاج إنه يتنفس، ويوم نقول نتنفس نعرف قيمة الحياة واللحظة اللي نعيشها. فاستقرينا مع الفريق على كلمة تنفس. طبعا يمكن شخص ما ذكرته أيضا كان معانا دائما شغال، أخوي المخرج نواف الجناحي، نوجه له تحية الحين، هو راجع في الطيارة راجع الإمارات، ما كان موجود في حفل الإطلاق. أيضا نواف أشرف على تصميم القوالب الخاصة بالكتاب مع نورة تناك، فالفريق كله تنفس الكتاب. بمجرد ما تشوفين الصورة من بعيد تعرفين أنت شو كنت كاتبة عن هذه الصورة، لأن أعتقد في علاقة قريبة منك وبين الصورة. الحين طالع صورة دهت يعني لأن صورة وايد معبرة. تخيلين أطفال عايشين بين أموات يعني، بس عايشين حياتهم، تستشعرين في المقالة هاي بالذات نعمة الحياة يعني، نعمة الرفاهية اللي احنا عايشينها. فهذا يدخل في محور الذات. محور الذات. هذه الصورة شوي يعني تختلف عن باقي الصور، حتى يعني لها أبعاد كأنك تختبرني. أي أبعاد فكرية وأبعاد ومضمون يعني تحس إن في غموض داخل فيه. في غموض يعني. صح. المقالة هاي أعتقد الحين ذاكرتي صح الحين وأنا جالسة معكم، من يعيش في بيتك، يوم أقصد من يعيش في بيتك أنت يعني الحياة اللي أنت تعيشها، منو قاعد يسبب لك فوضى فيها؟ أحيانا في تراكمات تصير في داخلنا تسبب فوضى، وغير فوضى الفوضى المادية اللي محسوسة، في فوضى داخلية. فكنت أقصد أن احنا لازم ننظف أنفسنا من الداخل وننظف بيوتنا من هاي الفوضى. جميل جدا. يعني أنا أعتقد أن كل صورة هي معبرة، ويوسف من كثر ما مسترسل حاط الأسئلة على صوب ويتصفح الكتاب، وهذا الحق وهذا الصح يعني، أن كل صورة يأخذنا إلى محور اللي أنت ارتكزتي عليه 4 يعني محاور. أنا مو قاعدة أشوف بس قاعدة أشوف مع الناس، هاي فيها صورة هاي مكة المكرمة، هذا المصور متخصص بالتصوير من الفضاء. نعم. أخونا أحمد من السعودية، فمن الصور المؤثرة هذه زحام النفوس. أنت والمصور في هذه الصورة شوي يعني روحانية أكثر. شو مكتوب؟ اقرأ. شوفين بس نظارة. شوف كيف اختبرته، ما عنده نظارة موجودة يعني، بس المخرجها خافة تزعل. لنخفف ازدحامنا وتذمرنا، ولنسطر في وسط هذه الحياة بعضا من نعم الله علينا، لازلنا نخالط الناس ولازلنا نتنفس، لا تزال فينا روح تحتاج أن ترتبط أكثر بالله. مريم أنت جدا ما شاء الله عليك يعني عميقة في الكلمة وفي إثراء المعنى في كل كلمة تكتبينها، هل تسترسلين في الكلام؟ يعني هذه مكة هذا شيء يعني عظيم عندنا نحن، فهل بمجرد ما تشوفين الصورة يطلع عندك الكلام، أم أحيانا بعض الصور تطلع بسرعة والبقية لا؟ هو شوفي التجربة كانت أن أنا إذا حصلت صورة ما استفزتني وخلتني أسترسل في الكتابة خلاص ما أكملها، بس ما صارت هاي معايا الحمد لله. فالحمد لله في استرسال في الكتابة يعني. الحلوة أنك تكتبين، ليه متى يصنف الكاتب ككاتب؟ كنت أقرف هالشيء، لما يكتب بدون تفكير، لما توصلين مرحلة أنك تكتبين بدون ما تفكرين وبدون ما تتأخرين في الفكرة اللي بعدها، أنت هنا وصلتي مرحلة أنك تصنفين ككاتبة. فالكاتب ترى مهلة مش سهلة، مهلة أبدا، مش أني أنا بجمع فقرات وبركب هاي الكلمة مع هاي الكلمة، لا، هي حالة إبداعية، حالة خاصة تعيشينها، وموهبة طبعا رب العالمين يعطيك إياها. فالاسترسال كان موجود في كل المقالات. مرحلة التدقيق هاي مرحلة أخرى، أنك تصلحين تعدلين تدققين إملائيا لغويا، لكن الاسترسال هو الأساس في أنك فعلا تكونين كاتبة متمكنة من أدواتك يعني. تعرف يوسف أن مريم مهندسة
مع ضغط العمل اللي لديها، والبارحة ما كنا نلقطها على التليفون، كان عندها ضغط شغل. أنا أحيي أي إنسان يكون عنده هذه النوعية من الضغوطات اللي هي يعني المهنة اللي صحيح. يمارسها والوظيفة اللي أكيد يعني مرتبط فيها، ومع ذلك هو عنده هواية ولكن أصبح يعني مرتبط فيك وظيفة يعني مثل ما نقول إضافية، ما أقدر أقولها، بس أنت تعطين لهذه الموهبة اللي عندك ولقلمك كل الوقت يا مريم. هذا تقول المعادلة والتوازن بين وظيفتك وبين هذه الموهبة اللي أصبح عطاش اسم جميل على الساحة الأدبية في الإمارات، ونحن نفتخر لما نسمع اسم زميلتنا وأكيد الكاتبة مريم إنها قاعدة تنتقل من إنجاز إلى إنجاز إبداعي آخر. أنا دائما يا سامي أركز على موضوع الموهبة. حلو أنك تكونين يعني ناجحة في عمل في مجالك، طبعا ما راح أتكلم في مجال العمل، النجاح اللي في مجال العمل جميل والتميز فيه جميل، لكن الهواية تعطيك هوية مختلفة، تعطيك حقيقتك وتصنفك في المجتمع بحقيقتك اللي الله خلقك عليها. فكثيرين يمكن من الناس اليوم ينضغط في الوظيفة وينسى هوايته، أو يقول اليوم بتقاعد بتذكر هوايتي. لا، الهواية اليوم هي المتنفس الحقيقي للإنسان. وظائفنا يمكن تحطنا مرات أحيانا في معترك صعب جدا، وضغوطات يمكن ممكن ننفجر فيها أو ندخل حالة نفسية بصراحة، خلينا نكون واقعيين. الهواية هي المتنفس، المخرج لك من هاي الضغوطات. الإنسان اللي يعيش الضغط ودوامة الضغوطات متكررة بدون ما يعني يخرج هذه الضغوطات في مجال معين، تلقينا بعد فترة ترى ينهار حتى في مجال الوظيفة، ما راح ينتج. فأنت عملية التفريغ والإعادة شحن نفسك تكون من خلال الهواية. فدائما دائما أقول حق اللي حوالي، إذا الله أعطاك هواية لا تنساها، ركز فيها، استثمر فيها، لأن هاي اللي بتبقى لك وهي اللي بتعطيك الصفة الحقيقية لك وبتعرفك بنفسك. يعني فيها كلماتك بعض الكلمات فيها موعظة، فيها نوع من يعني أنا هذا الفن حديث علي، يمكن فيه استفزاز بعض الكلمات، فيها بعض الاستفزاز. أنا حديث علي أشوفها هذا الفن حقيقة، لأول مرة أشهد فن مثل هذا جميل جدا، وكتاب بين يدي يعني أتصفحه وقاعد مثل في عمق داخلي. كيف جت الفكرة والتركيبة هاي للفنانة؟ هل هو فن سابق وأنت حاولتي أنك أو موجود عند الغرب؟ أو موجود عند الغرب؟ لا والله ما شفته. لا ما شفته عند حد. أشوف دائما، ما أقولك إن أنا مثلاً شفت كتب فيها صور وكوت أو مقالة بسيطة أو كلمة بسيطة، لكن نخلي الصورة والكتابة الأدبية متوافقين مع بعض، متزاوجين مع بعض، هذه فكرة أنا ما شفتها. يعني دورت وايد صراحة في الصورة العربية. تفوق أم الكلمات تفوق في كتاب تنفس ولا متساوين؟ متساوين. أنا عندي وايد قيمة عالية للصورة وقيمة عالية للكلمات أو المقالة المكتوبة أو القصة المكتوبة. أنا أشوف الكلمة. أنت تشوفين الكلمة؟ ليش؟ لأن ممكن هذه الصورة تستفزني أنا بشكل، ولكن ما وصفها بالوصف اللي وصفت مريم البلوشي. صح. ممكن يوسف ما يوصفها، لكن أنت استفزيتينا وخليتينا نشعر بالصورة ونتعمق فيها أكثر بسبب كلماتك المنتقى. يمكن أنا ما أعطيها نفس الوزن ونفس العمق ونفس الأهمية اللي مريم، فبالنسبة صح. لي الكلمة يعني عطتها قيمة أكثر، عطتها زاوية مختلفة. نعم. كثيرة من الصور يمكن تمر علينا تروح في الأرشيف تنسى. صح. اليوم أنت عندك 40 صورة موثقة، راح يكون لها انتشار إن شاء الله على مستوى، إن شاء الله. وردي بدأ الكتاب يطلع على معارض الكتب. يعني. موجود أونلاين؟ موجود أونلاين، وأمس أطلق في معرض مسقط أول معرض يدخل الكتاب، وفي معارض كثيرة جاية. فأنت تشوفين تعطين حتى للمصور بعد جديد. يعني في بعض المصورين كانوا موجودين في حفل الإطلاق، حالة الفخر والسعادة اللي كانوا عايشينها اليوم ترى صورهم مش مهملة، هو صورها فاز فيها يمكن ونساها. نعم. اليوم احنا عطينا صفحة جديدة لصورته موجودة في كتاب، الناس تقرأ الصورة من خلال رؤية كاتب، لكن عطينا توثيق وتاريخ جديد للصورة، بدل ما بس فترة وينسى. يعني فيمكن حتى الفترة الجاية نحن نكمل هذا المشروع إن شاء الله، ويمكن غيري بس لا تطولين. 6 سنين لا السرعة، نبغي نقرأ. أنا وايد فخورة فيك، وأنت من الأسماء اللي يعني أكيد نفتخر فيها في الساحة أكيد الأدبية. المهندسة والكاتبة والزميلة مريم البلوشي نورتينا في سمة دبي، ونحن نحب دائما ندعمك وندعم كل إنسان نفتخر فيه في نفس هذه الإنجازات المعرفية. شكرا لوجودك معنا في مساء دبي.